الأكل كلش طيب. بالعافية، عجبك؟ حبيبي. طبعاً مو أنا اللي طابخة، كوبنية من الإنترنت دائماً تسوي أكل بيت وأطلب بناتها. والله؟ سامر، كان رأيك بموضوع؟ بصراحة المدير مال قناة مالتنا دا يأسس منصة إخبارية أونلاين، لأن هو يشوف التلفزيون بشكل تقليدي راح ينتهي منه لكم سنة، فيريد يسوي هاي المنصة بس يعني مبتعد عن القناة مع تغيير الاسم طبعاً. زين. وإحنا رشحناك. رشحتوني؟ حكيت ويا المدير العام ووافق عليك وتحدد حتى الراتب 10,000 دولار. أنت مشكلتك ندى تعتقدين كل الناس لهم ثمن. أنا حاب أقول لك أنا ما لي ثمن. ما حد يقدر يبيعني ولا حد يقدر يشتريني. وأنا خريجة ملها مثلاً؟ والثمن اللي جاي تحكي عنه هذا اسمه راتب. ندى عيب شنو الموضوع؟ لا، حالتك هاي اسمه سعر. تدري شنو؟ مالهم هالهديل من باعتك واشترى صديقك. بس يا ريت لو اعرف الثمن اللي باعتك بيه واشترى صديقك. يا صديقه هذا انت ايش تحكين؟ مثل ما سمعت. هذا